اهلا وسهلا الشابات الفتينات الغزالات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفال ديالك يا السمراء مع الرجل الابيض الحنطي والاسمر. كان هذا زوج ديالك، حبيب خطيب او طليق او شخص انت حطاه في بالك؟ فان شاء الله يكون خير، ان شاء الله الفال يكون ايجابي. غادي نشوفوا في الاول السمراء مع الابيض. هذه انت السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الابيض. فاللي كتسأل واش هاد الانسان غادي يتزوج بيك، واش باغي زواج، فالنية ديال الزواج كاينة. الا كان هو متوسط القامة الى طويل فالنية ديال الزواج كاينة، ولكن غير مستعد في هاد الوقت الحاضر، يعني ما عندوش استعداد. اما انه باغي الزواج فهو باغي الزواج وكيهضر معك على الزواج بالمعقول. هذا الانسان هذا كيلبط فيكم اللي عنده سحر، اللي عنده طاقات سلبيه، اللي عنده عكوسات، كاين اللي عنده عارض. بعض المرات كتلقايه متقلب المزاج او احواله يعني ماشي هي هذيك، بحال كيبان لك مره كيبان لك مزيان، مره كيبان لك ماشي هو هذاك، فماشي لخاطرو. فممكن يكون تأثير أسحار، ممكن تأثير ضغوطات ديال الحياة، أو عنده مسؤولية، أو هو مسؤول على الأخت ديالو، أو هاد الإنسان مطلق ومسؤول على الأبناء ديالو. أما النية ديال الزواج فكاينة. بالنسبة إلى كان هذا الزوج ديالك فانتبهي، لأن ممكن تكون وحدة أخرى باغية تاخدو، كدير ليه جلب أو تخاطر. ردي بالك للزوج ديالك. وإلا كان هو أبيض قصير القامة أو هو أجنبي أو في البلاد البعيدة، فهاد الإنسان هذا كيبغيك الحب كبير. هاد الإنسان غادي تكون متوالمين، متقاربين، متحابين. هاد الإنسان غادي يكون معطاء. هاد الإنسان ممكن تجيك منه هدية أو فلوس. كيقولك الفال يعني انت هاد الايام كتعرفي تجاوبي مع هاد الشخص، او بديتي كتغيري من التعامل ديالك الى الاحسن مع هاد الانسان هذا. هاد الانسان فيه خير، يعني انت بحال كتسرعي او كتبغي الامور بسرعه، ولكن هاد الانسان متأني. فخليك مع هاد الانسان بالطاقه الحاليه فهو رائع جدا. ممكن يكون عندك سفر مع هاد الابيض اللي هو قصير، او ممكن اذا كان في البلاد البعيدة فالمجيء ديالو كاين. حتى إذا كان شي واحد مثلا موعدك بعقد عمل أو أنك تشتغلي معاه، فهذا الأمر هذا مازال غادي يكون، أو بغيتي عقد عمل في الخارج فمازال غادي يكون عندك مع هذا الشخص هذا. بالنسبة لك الصحة ممتازة، فغير إلا بغيتي ديري مثلا شي حاجة ديال التجميل أو، فغادي يكون عندك خير في هاد المسألة هذه. بالنسبة للحمل فهو وارد، يعني الحمل إذا كان عندك فيه صعوبات أو مشاكل فالفال كيقول لك الأمور جيدة. الناحية العاطفية أمورك ممتازة. كاين البنات هنا اللي دخلوا وما عندكمش حبيب، فالفال كيقول لك كاين شخص أصغر منك سنا غادي يظهر في الحياة العاطفية، أو شخص غاب مدة طويلة غادي يعاود يرجع لك، أو شخص جديد في هاد الأربع أسابيع أو الأربع أيام غادي يبان في الخط ديالك. فكان هذا الفال ديال السمراء مع الأبيض، وغادي نشوف دابا السمراء مع الحنطي. إن شاء الله يكون خير. غتكوني انت هذه السمراء وهذا الحظ ديالك مع الرجل الحنطي.
الفال كيقول لك انت مستغله من طرف العائله ديالك. اذا كان عندك شي واحد اخر من غير هذا الحنطي هو رجل اسمر قصير القامه، فهذا عندك معاه خير، سواء هذا الزوج ديالك والحنطي هو الحبيب ديالك، او عندك حبيب اخر هو اسمر قصير، فالاسمر عندك فيه خير اكثر، وممكن الزواج ديالك معاه يتم باسرع وقت. واذا كان هذا الزوج ديالك والاخر الحنطي هو حبيب ديالك، فممكن يكون عندك حمل، ولكني كنشوف من الزوج ديالك يكون عندك حمل. فهنا اللي ظهر، واخا انت جايه تشوفي على الحنطي، فاللي عندها رجل اسمر قصير القامه هذا اللي عندك معاه الخير، وهذا اللي عندك معاه الفوز، وهذا اللي عندك معاه السعاده والاستقرار. هنا اللي دخلوا وكيشتغلوا في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعده، او كتلبسي لباس خاص في العمل ديالك، وانت داخله غير التجسس وما عندكش حبيب، فكاين امور اللي هي جيده عندك في الحياه العاطفيه ديالك. الا كنتي كتسالي اللي دخلتي على الحنطي اللي هو متوسط القامه او هو طويل، هاد الانسان واخا كيبغيك واخا كيحبك، فكنقول لك غادي يكون سلطوي ممكن فاعل انتقادي نكادي، كيبغي دائما التجديد في الحياة العاطفية، كيمل من الروتين. كنشوفكم في الأيام المقبلة غادي تكونوا مترادين بالظهر، فهاد الإنسان محتاج للحب للحنان للعلاقة الجسدية، وانتي بحال هامله أو ما عطيهاش وقت، فهذا هو اللي غادي يكون مشكل بينكم. إلا كنتي مغتربة، أو هاد الإنسان هذا اللي هو حنطي متوسط القامة أو طويل أجنبي أو في بلاد بعيدة، فممكن يكون عندكم الطلاق، والطلاق في الصالح ديالك. بالنسبة للحنطي اللي هو قصير القامة، فغادي يكون كيموت عليك كيحبك. هاد الحنطي القصير إلا كان الطليق ديالك، فاحتمال الرجوع كبير بينكم. هاد الإنسان هذا غادي يكون رومانسي محب معطاء، حتى إلا كان مع طرف ثالث فغادي يعاود يرجع لك، أو هاد الإنسان كيقدر يوفق بينك وبين الطرف الثالث، تقدر تكون هادي الزوجة ديالو. فغادي تكوني محظوظة مع هذا اللي هو قصير القامة. فانتي كيقولك الفال من الناحية العاطفية ما بقاش همك هاد الحنطي كيما بغى يكون، يعني كتشوفي الامور اخرى. والفال الا جيتي تشوفي النصيحه ديال الفال، فكيقولك نعم، يعني هادوك اللي عندكم شويه شك او مليتي من هاد الحنطي، ف التفكير ديالك صائب والتوجه ديالك صائب. يعني الا بقيتي كتشوفي الشخص اخر او هذا بقيتي كتحيديه من الطريق ديالك، فهذا هو الاصح، لان هذا الانسان ما يستاهلكش، لانك صبرتي، لانك عانيتي وقاسيتي، ولكن مازال كاين في الخطه ديالك ناس اللي يستاهلوك، ناس اللي تعيشي معهم في سعاده اكثر. فنعودوا نشوفوا السمراء مع الرجل الاسمر. ان شاء الله يكون خير. هذه انت السمراء، وهذا الحظ ديالك مع الرجل الاسمر. فاللي هي كتسأل على السفر للبلد البعيد او العودة للوطن او لعند الاهل ديالها، فباب السفر مفتوح. بالنسبة للعتبة ديالكم رائعة وهائلة، وكاين اللي غادي تجيها ارزاق من البلاد البعيدة. الحب والمحبة كتعم بينك وبين الاهل، وبينك وبين الزوج او الناس اللي انتي ساكنة معهم. غتكوني شوية خايفة على الصحة ديالك، فكيقولك الصحة ديالك يعني جيدة، الخوف من السحر والعارض خصوصا على الحمل او على الابناء ديالك. بالنسبة لهذا الانسان اللي هو اسمر، اذا كان متوسط القامة او طويل فنيته صافية،
انسان عندك معاه حاجات ايجابيه، انسان غادي يكون كثير التواصل معك. الا كنتي خايفه من الطرف الثاني تفكين بيناتهم خصام وعدم تفاهم، هذا الانسان هذا محب وانت اللي غتكوني متكبره عليه، او انت اللي غتكوني كتبعدي عليه، هو غادي يكون تابعك وكيحاول انه يراضيك. وبالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، فغادي يكون مشكل هذا الشيء السيد هذا، يعني الحب ايه كيحبك وكيغار عليك، ولكني مضغوط هذا الانسان من طرف الاهل ديالو، او هذا الانسان مزوج ومضغوط من طرف الزوجه ديالو، فنفسيته تعبانه جدا. ايه هذا الانسان باغيك، هذا الانسان مهتم بك، ولكن في هذه الايام هذه فهو ما غاديش يعجبك، او هذا الانسان هذا غادي يكون اهتمامه في اشياء اخرى. كاين البعض فيكم اللي هذا الانسان هذا ما باغينوش الاهل ديالك، او كاين عندك شخص اخر اللي كيبغيك بحال ما باغيكش انك تكوني مع هذا الشخص، او باغي يسترجعك، يعني عندك حبيب اخر اللي هو كيحاول انه يرجعك، خصوصا هنا حنطي قصير وابيض اللي هو متوسط القامه او طويل. فهاد الجوج الاشخاص اللي كانوا في الحياه ديالك، ف يعني الحب كيرجع من جديد. فسواء انت جايه تشوفي على هاد الاسمر اللي هو قصير القامه، وعندك يا اما الحبيب يا اما الخطيب يا اما الزوج حنطي قصير، او هو ابيض متوسط القامه او طويل، فراه مازال كيبغيك هاد الشخص هذا، او مازال باغي يرجع لك ويرجع الحياه العاطفيه من جديد، وغادي يفاجئك هذا الامر هذا. بالنسبه للعمل، الاستقرار في الدراسه والعمل كاين، ولكني كاين هنا مسؤوله او انسانه كبيره في العمر معاك في العمل او في الدراسه، اللي كتغار منك وكتراقبك وعندها الوسواس من جهتك. فانتبهوا في العمل ديالكم الا كانت الشيف ديالكم او المدير ديالكم امراه، لان غادي تكونوا مراقبين في العمل، وممكن يكون عندكم تفتيش، فردوا بالكم. كاين البنات اللي غادي يكون عندهم امتحانات صحاب الدراسه، او هي اللي كتقلب على عمل، ف هاد الايام هذه فرصه انك تطرقي ابواب ديال العمل، فممكن يكون عندك اونتروتيان ولا بحال هاد الشكل هذا. فكان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه والسعاده وطول العمر. تهلاو فراسكم، استمتعوا بالحياه، ونخليكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الاخر جديد.